بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أجربائي. البروسس بتاعتنا لها أربع حالات. لو البروسس كنترولد، هي وقلنا عشان نضرب المثال عشان نفهم البروسس بتاعتنا، الستيتس بتاعت البروسس، لو واحدة جاية حماتها جايه لها بتقول لها خدي الفرخه دي اطبخوها لنا النهارده على العشاء وانا هتعشى معاكم، فلو هي البروسس بتاعتها كنترولد وساعدت حماها وحماتها على العشاء في ميعاد مظبوط، فالبروسس از statistically كنترولد اند ميت ذا كاستمر ريكويرمنت، فبتبقى دي الايديال ستيت. طيب لو البروسس بتاعتك از كنترولد but does not satisfy your customer، يبقى في حاجة في البروسيس بتاعتك need some correction، لأن في بعض الأسباب الـ common causes ممكن تكون عايزة تتعدل، سكس سيجما محتاجة تتظبط بحيث أنك أنت to satisfy your customer، ففي دي اسمها threshold state. قدمت الأكل في ميعاده آه ولكن ما عجبهمش، فيبقى في common cause عندك عايزة تتظبط، فيو هاف تو لوك تو مونيتور يور امبروفمنت اكشن. لو حضرتك البروسيس بتاعتك البرودكت ميت ذا كاستمر ريكويرمنت ولكن البروسيس هاز سم سبيشال كوز، فبتبقى حاجه اسمها برينك ستيت، يعني حاجه مصادفه. لو الغاز فضي من عندك او وانت بتطبخي ما كانش فيه سمنه حطيتي سمن صناعي لكن عدت على خير والكاستمر مبسوط، يو هاف تو سبيشال كوز، يو هاف تو لوك فور ذيس سبيشال كوز. لو البروسيس بتاعتك برضو uncontrolled فيها special cause وما عجبتهمش، لابد تعالجي special cause وترجعي تبصي في common causes بتاعتك for correction of the process. دي الأربع حالات اللي ممكن حضرتك تواجهيهم أثناء البروسيس بتاعتك ومدى رضا العملاء عنها. فأسباب الفاريشن بتكون يا إما special cause حاجة بتحصل مرة واحدة، unpredicted، دكتور النهاردة عربيته عطلت فتأخر ساعتين، فالويتنج تايم في عيادته بدل ما كانت من نص ساعة لساعة بقت أكتر من ساعة ونص وساعتين لأنه special cause. أو إذا كان common causes فممكن الدكتور عنده مريض عدى عليه كان مهم مفترض يخلص العملية في نص ساعة خدت منه ساعة إلا ربع فتأخر شوية على العيادة، ففي common causes بتخلي البروسيس تبقى variable ولكنها within الـ upper limit والـ lower limit. لكن لو في special cause خرج الداتا عن الـ upper أو خرجها عن الـ lower دي بتبقى special causes unpredicted and you have to correct it first and then work on the stable process within the upper and lower control limit and improve your process steps to make the six sigma a little bit shorter to make satisfaction more satisfaction to your patient or your customer. فبيقول لحضرتك ان الـ common causes are predictable and are natural and if it happens together بتعمل لي randomness in the output و cannot be overcome for the common causes if it is reacted by individual، لكن الـ special cause بتبقى unexpected unusual happening. It is found through analysis لأنها بتخرج عن الـ control limits
and you cannot manage it. You have to remove it completely. وبنحسب ايه الفرق بين الكومن كوزس والسبيشال كوزس. ان البروسيس از اندر ستاتستيكال كنترول في الكومن كوزس، لكن في السبيشال كوز البروسيس از نوت اندر ستاتستيكال كنترول. البروسيس از ستيبل اوفر تايم، بيبقى فيها جوه شويه تغيرات بسيطه ولكنها within control limit. هنا الـ output is unpredictable. الـ common causes always present in the process، لكن الـ special cause ما بتحصلش. لما بتحصل بتخرج الـ outcome outside the control limits. الـ fluctuation shift occurred in the process. هنا الـ fluctuation بتبقى erratic، خارج astronomic، خارج الـ limits. الـ location، اللوكال اكشن كان كنترول، لكن هنا محتاج مانجيريال اكشن فور ذا سبيشال كوزز. وهنا دي الكنترول اللي هي بنعملها دايما، بنحط الابر ليميت واللور ليميت وبنرسم الداتا بتاعتنا. So long as it is within up and lower 3 sigma it is okay. If astronomic value يبقى فيه special cause، وزي ال driver diagram لو قلبناه هنلاقي ال process average هنا، ده ال upper limit، ده ال lower limit، دي بتبقى common causes ودي بتبقى special causes. You have to eliminate it first and then work on your process to shorten the sigma to reduce the variation. How to reduce the variation؟ بيقول لحضرتك standardize the material and the sources come from supplier to reduce the variation and to reduce the risk or cost. دي one of the ways how to reduce the variation. Standardize the work to reduce the in-process variation بانك انت بتظبط الماشين او البيرسونز بروبلم، انك انت بتظبط اداء العمال او الماشينز. ستاندردايز الميجرنج ديفايس اللي انت بتقيس بيها، واذا كنت هتغير نوع الميجر تول بتاعتك ادجست ات تو بي شور ذات يو ار ميجرنج ان ذا سيم واي، اند ذن بي كونسيستنت تو ميك شور you have control of the new material and the new tools prior to implement the process. لابد انك انت to study your process. Don't go to a quick fix، لان quick fix will give you more process variation. ودي الدرس اللي هو بيقول لحضرتك عليه. وفي حاجة برضو من الـ ways of process reduction or correction بيسموها تاجوشي ميثود. التاجوشي ميثود بس هنعرف عنها كلمتين، إنها approach for engineering through research and development by reducing the environment variation. دي طريقة بيبص على، بيعمل بحث عن how to reduce the variation بانه بيعدل كل العوامل الانفايرومنتال اللي ممكن تاثر على البروسيس، بيسموها تاجوشي ميثود. ودي موستلي في الاندستري مش معانا. في وسائل للبروسيس فاريشن ريدكشن اللي هي المالتي فاري، اللي هي المالتي فاري لما يكون عند حضرتك بروسيس فيها مور ذان one inputs and more than one output، فبتستخدم الـ methodology اللي هو MANOVA analysis اللي هي multiple analysis of the variance. لما بيكون عندك inputs كتير و outputs كتير فبتعمل حاجة اسمها MANOVA analysis.
في حاجة اسمها hypothesis testing، لما بيكون عندك data used عايز تعمل فرضية وعايز تتأكد إن الفرضية دي سليمة أو مش سليمة لمعرفة الروت كوزس. بتعملها إزاي؟ إحنا هنقول البرنسبل وهنوري حضرتك إن الكلام ده بيتعمل ثرو إكسل عن طريق الاستاتستكس، مش محتاج حضرتك تحسبه، لكن لازم حضرتك بتقول لو الكيس الام اند ام ده في 170 جرام او في الافرج 80 حبايه، فبتقول لا في بعض الاكياس ما بيبقاش فيها 80 حبايه، فبتعمل فرضيه ان لا بيبقى فيها 60 حبايه بس. لو حضرتك جبت مجموعه اكياس وقعدت تعد الحب اللي فيهم بفرضية، لو قدرت توصل إن 5% من العينات اللي أنت خدتها كفرضية فيها 5% منهم فيهم 60 حباية، يبقى أنت ثبتت الفرضية بتاعتك وتقدر تقاضي شركة من الشركات، ويبقى ده الروت كوز بتثبته باختبار الفرضيات. اختبار الفرضيات بتعمله ازاي؟ بتقول what type of test you are going to use طبقا للداتا بتاعتك، لو categorical او numerical بتختار التست بتاعك، بتحط الفرضية اللي انت بتقولها وتحط البي ويف بتاعتها والسيجنيفيكانت ليفل بتاعتها، وتجمع الداتا وتعمل conclusion للداتا. وهنشوف ازاي، مش حضرتك اللي هتحسبها، في الجرين بيلت بتتعمل عن طريق الاكسل، حتى حضرتك مش مطلوبه منك في الجرين ليفل، لكن لو عايز تعرفها هنقول لحضرتك تجيبها ازاي. انواع التيست اللي حضرتك بتستخدمه، في كاي سكوير تيست لو بين الداتا الكاتيجوريال، والداتا الكاتيجوريال اللي هي كواليتيتيف داتا اللي هي النون نيوميريكال داتا، وبتستخدم الكاي سكوير تيست. لكن لو الداتا بتاعتك نيوميريكال وكونتينيوس بتستخدم التي تيست او الانوفا. والهايبوثيسز احنا قلنا بتحط الفرضيه بتاعتك وتحاول تثبتها باحد التستات زي الانوفا. والانوفا ممكن نعمله ازاي؟ هوري حضرتك انه موجود جوه الاكسل. If you work in a team, you should be using monday.com. It's a platform to manage any team and any work. In this video, we will show you how to get Anova on Excel. First of all, open Microsoft Excel and click on the Microsoft logo button available in the top left corner of the screen. From the drop-down menu, click on the Excel options button. In the new window, go to the Add-ins tab available on the left and click once on the Analysis Toolpack. Once you selected it, click on the Go button at the bottom of the window. As a result, the Add-ins window will pop up. Over here, check the add-in that you want to enable. For the purpose of this tutorial, we will tick the checkbox for Analysis Toolpack. Analysis Toolpack provides data analysis tools for statistical and engineering analysis. Once you've checked it, click on the OK button. You will be prompted with an error that the add-in cannot run. Click on the Yes button if you want to install this feature. As a result, the Microsoft Office Enterprise setup will open up. It will take some time, but will configure itself automatically. Once the configuration process has been completed, go to the Data tab and you will notice the Analysis group at the extreme right side of the ribbon. Click on the Data Analysis button and you will be presented with all the analysis tools available in this feature. Amongst these data analysis tools, you will find ANOVA, two-factor without replication. In this manner, you can get ANOVA on Excel. الأنوفا والكوريليشن وكل حضرتك ادي الاكسل، حضرتك بتيجي من فايل بتدوس الاوبشنز، بتيجي عن الاد انز، بتختار اد انز تول باك، ولو حضرتك دوست جو هياخد بعض الوقت، انا بس ما عنديش وقت دلوقتي ان انا اعملها. فلما بيعمل بتدوس عليها بيطلع لك لما تيجي عند الداتا بتلاقي هنا على اليمين
التول ان بتلاقي جواها الانوفا الكوريليشن كوريليشن كوفيشنت بتاع الريجريشن بتاع الكاي سكوير وات ايفر يو لايك هتلاقيها موجوده في هتلاقيها موجوده في الاكسل. وادي اهي مثال عندي هنا تطبيق عملي للوان واي انوفا. وان واي سمينا ليه وان واي؟ عشان انا ما فيش عندي غير فاكتور واحد بس بيأثر على النتيجة اللي انا يعني بدرسها. لو كان في اكتر من فاكتور هستخدم التو واي انوفا. فاحنا خلاص هنا هندرس الوان واي انوفا. انا عندي نوع السالري هل يؤثر على حجم المبيعات ولا لا؟ فعندي مجموعة من الموظفين كنت بديهم فيكسد سالري راتب ثابت، مجموعة تانية كنت بديهم عمولة على كمية المبيعات اللي بيعملوها، مجموعة تانية كنت بديهم فيكسد سالري زائد عمولة. عايز اشوف ايه طريقة التعامل الافضل اللي انا ممكن اعتمدها بعد كده عشان احصل على اعلى نسبة مبيعات. فعندي فاكتور او متغير مستقل وفي متغير تابع اللي هو السيلز اللي بيتأثر بطبيعة السالري. عشان اعمل الاختبار ده بروح لقائمة analyze ومنها بختار compare means ومنها بختار one way ANOVA. في one way ANOVA بيقول لي مين الديبندنت ومين الفاكتور. الديبندنت اللي بيتغير عندي مش نوع السالري اللي بيتغير، لا ده انا نوع السالري ده انا اللي بحدده قد مين ايه، لكن اللي بيتغير عندي هو الاماونت اوف سيلز كميه المبيعات اللي انا بدرسها. اتكلمنا عن البوست هوك. الاختبارات البعديه اللي بتقول لي مين فيهم اي مجموعه كانت مختلفه، فانا بختار من البوست هوك. هو بيقول لي لو في ايكوال فاريانس اسيومد، لو افترضنا تساوي التباينات ولو افترضنا عدم تساويها، فانا في الغالب بختار الشيبي والتوكي. كل واحد من دول كلهم ليه مزايا، يعني في ناس تختار ال اس دي عادي مفيش مشكله بس هم نتائجهم متقاربه. ولو افترضنا عدم تساوي التباينات فانا بختار الدونت سي واختار كونتينيو. ومن قائمه اوبشنز خيارات بقول له عايز في الستاتستكس الديسكريبتيف الاختبارات الوصفيه، وعايز اختبار يقول لي الفاريانس بتاعي هوموجينيوس ولا لا داخل كل مجموعه، وعايزك تعمل رسم بياني عشان لما اشوفه يعني استنبط من خلاله هل المتوسطات بينها اختلاف ولا لا. وبعد كده بختار كونتينيو وبعد كده اوكي. هنا بيحسب لي اول حاجه الديسكريبتيف البيانات الوصفيه، والله المجموعه بتاعه الكوميشن كان عددهم كذا ومتوسطهم كذا وهكذا، والناس بتوع الفيكسد سالري والناس اللي خدوا الاثنين مع بعض. طيب وعمل لي اختبار الهوموجينيتي، تمام هعتبر ان الداتا بتاعتي هوموجينيوس لو كان اقل من 5 من 100، تمام. بعد كده اختبار الانوفا، تمام. الانوفا بيحسب بين جروبس وويذن جروبس وبيحسب لي مجموع المربعات والديجري اوف فريدم والمين سكويرز اللي هو متوسط المربعات والاف تيست او قيمه اف والسيجنيفيكانس بتاعها. لو قيمه اف كبيره بص على السيجنيفيكانس بتاعها هنا هايلي هايلي سيجنيفيكانت، اذا في اختلاف بين متوسطات المجموعات، يعني المجموعات الثلاثه مختلفين عن بعض اختلاف هايلي هايلي سيجنيفيكانت. طب انا مش عارف مين فيهم الاحسن اللي انا هعتمده بعد كده، هيجي البوست هوك تيست الاختبارات اللي انا اخترتها. وليكن هبص على التوكي تيست او التوكي اتش اس دي، بيقارن within groups داخل المجموعات، بيقارن الناس بتوع العمولة مع الراتب الثابت ومع الراتب الثابت والعمولة، بشوف هل في فرق. فاتضح ان الكوميشن مع الفيكسد سالري ما فيش فرق بينهم، هما الاثنين يعني قريبين من بعض، في حين الكوميشن مع الكوميشن والسالري كان عادي، تمام. ونفس الكلام الفيكسد سالري مع الكوميشن والسالري. اذا المتغير الاخير هو المتغير الفارق فيهم، يعني الكوميشن والسالري لما قارناه مع الكوميشن بس كان في فارق، ولما قارناه مع الفيكس السالري كان في فارق اكبر، احصائي اكبر لان قيمه البي بقت ايه اقل، وهكذا في الشيفي والدونت سي. وهنا بيحسب لك كميه المبيعات، وهنا بيرسم لك المخطط المتوسطات. هنا لو تلاحظ ان الناس اللي اخذوا العموله والراتب عملوا لك كميه مبيعات اكتر من التانيين بفرق كبير خالص، يعني بالنظر للرسمه دي هتستنبط ان الفرق كبير، في حين اقل ناس اللي واخدين الفيكس سيلر مش فارق معاه ان هو يبيع قد ايه، خلاص هو بياخد مرتب ثابت، واللي خد عموله اتشجع برضو شويه وزاد عن الفيكس سيلر، لكن الفرق بينهم مش فارق احصائي. ده باختصار اللي هو الوان واي انوفا. زي ما حضرتك شفت الانوفا تيستنج
بيتعمل بيحسب الفرق between the variation of two groups using the variation instead of the mean وبيتعمل اوتوماتيك ما بيتعملش حضرتك في البلاك بيلت هنوري حضرتك ازاي بتستخدم الاكسل فيها وانا حاطط طبعا الفيديوهات كلها في اخر شريحه الريجريشن اناليسيس العلاقه بين اثنين فاكتور which is the most important if it would be changed to change the other one زي بالضبط عدد ساعات المذاكرة ودرجة الامتحان كلما زادت عدد ساعات المذاكرة كلما كانت الـ probability of success أكتر فبيبقى upward regression line كل الـ statistics videos اللي حضرتك ممكن تكون محتاجها هحطها لحضرتك في الليفل ده حضرتك مش محتاج غير انك انت تبص عليهم بصة لنفسك ولكن مش مطلوبة انك تعمل حاجة منها خالص بس حضرتك تبقى متأكد ان ايه هي تتعمل بالاكسل ولا لا واحنا ورينا حضرتك النهاردة انه الاكسل بتنزله بتزود الـ statistical analysis عندك في الإكسل فيرجن بتاعتك آخر الـ analysis بتعمل tool gate بتجيب اللي احنا كنا نهينا بيها الـ measure وتبتدي تحط فيها التول اللي حضرتك استخدمتها في الروت كوز اناليسيز سواء كانت باريتو سواء كانت فيلير مود افكت اناليسيز الفيرست بارت سواء كانت الروت كوز فاليديشن فيها او اذا كانت حبيت تحط ريجريشن لاين حبيت تحط انوفا من اللي هو لاين الجراف اللي ظهر في الاخر اللي يثبت لك الهايبوثيسيس تيستينج بتاعتك وتكتب للناس please we need your help to improve this process use sticky notes to tell us what is the best solution because we are going to start improve phase ان شاء الله